تحية لكم مشاهدينا الكرام. العدوان الإسرائيلي يسافر على سوريا، الأهداف، التوقيت والتداعيات، وإلى أين تتجه الأمور؟ هل ما وقع مقدمة لحرب مفتوحة؟ وكيف سيكون الرد السوري؟ هل محور المقاومة بجهوزية في حال تدحرجت المنطقة إلى حرب واسعة النطاق؟ أين العرب؟ وهل بقي للعرب موقف؟ كيف سيتعامل المجتمع الدولي برمته مع هذا العدوان؟ وما هي دلالات الموقفين الأمريكي والبريطاني اللذين أعلنا أنهما يحترمان ما أسموه تحرك إسرائيل لحماية أمنها القومي؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون محور حوارنا اليوم مع الأستاذ أنيس النقاش، الباحث الاستراتيجي ومنسق شبكة أمان للدراسات الاستراتيجية. أهلا ومرحبا بكم أستاذ أنيس. أهلا بك والمشاهدين. والمشاهدون اليوم ينتظرون أن يسمعوا منكم الكثير وربما حول ما جرى، على الرغم من تداول يعني الإعلام به بشكل كبير، لكن هذا العدوان الإسرائيلي ما هدفه ولماذا شن هذا العدوان بهذا التوقيت بالتحديد؟ منذ بداية الحرب على سوريا التي بدأت بأوجه متعددة وأساليب متعددة إلى أن وصلنا اليوم إلى كشف المستور، بمعنى أن كل خطوطها أصبحت معروفة وكل خيوطها أصبحت معروفة وأدواتها، كان الهدف الأساسي المعلن أيضا وليس السري، ولكن الناس لا تحب أن تقرأ أحيانا، هو كيف أن نسحب سوريا أو نلغي دور سوريا الإقليمي وخاصة ضمن معسكر المقاومة. فإذا هناك عدة وسائل للوصول إلى هذا الهدف. مرت سنوات بعض الدول حاولت عن طريق الترغيب والتقرب من القيادة السورية ومحاولة جرها إلى مفاوضات بشروط مقبولة إسرائيليا وأمريكيا، وهذا لم ينجح. ثم جاء العدوان 2006 لعل سوريا ترتدع وتخاف من هذا العدوان على لبنان، لم يحصل. بعد أن كانت قد هددت مع دخول الولايات المتحدة إلى العراق وهي أيضا لم تركع، فجاء الأسلوب الجديد الذي هو افتعال الحروب الداخلية واستخدام الوقود السوري للصراع مع القوة السورية. وعندما لا ينجح الوقود السوري بالصراع مع القوة السورية نستجلب كل من هب ودب من العالم تحت شعارات متعددة للوصول إلى نفس الهدف، ولكن جوهر هذا الهدف الذي له علاقة بالمقاومة، له علاقة بالصراع، ما هو؟ هو حماية إسرائيل. يعني نحن لا نتحدث عن مقاومة المقاومة اللبنانية ضد اسكندنافيا ولا ضد الدنمارك ولا ضد إسرائيل، ولا نتحدث عن موقف سوريا المقاوم إلا ضد إسرائيل، ولا موقف إيران إلا ضد إسرائيل. كل هذا الموضوع يتمحور حول إسرائيل. فإذا إسرائيل هي المعنية، هي جزء من المخطط، هي مخططة، هي موجهة. دول عربية كانت تعمل بتوجيه إسرائيلي وبدعم أمريكي وتوجيه أمريكي وبتمويل عربي للأسف للوصول لنفس الأهداف، لأنهم اعتقدوا بغبائهم أو حسب فهمهم أن مصلحتهم تتقاطع مع مصلحة إسرائيل. اليوم عندما يعرفون أن كل هذه الأدوات بدأت تتساقط وأن الجيش السوري والشعب السوري قد صمد وأن كل الحرب التهويلية على هذا البلد لم تنجح وكل ما دمر وكل ما حاولوا من اغتيالات ومن مخططات بدأ يفشل، ولاحظ الجميع يعني شاء أم أبى حتى الخصوم أن العجلة بدأت تبرم عكس ما يشتهون من حيث الانتصارات العسكرية وضرب مواقعهم، فكان من الطبيعي أن الأصيل يتقدم عندما الوكيل يفشل. ولذلك أنا أقول أن هذه الغارة على سوريا وهذا العدوان على سوريا يختلف في أبعاده السياسية والجوهرية عن كل العدوانات السابقة. كان ممكن لإسرائيل أن تقول أن الغارة على دير الزور هي لمنع سوريا من امتلاك قوة معينة من الأسلحة إلى آخره، تقلب موازين القوة. كان يمكن أن يقال على الهجوم السابق في جرمايا مثلا أنه هذا له علاقة بالمقاومة ولبنان ونقل أسلحة خاصة. اليوم أيضا حاولوا أن يختبئوا وراء هذا الموضوع، ولكن الناس التي عرفت المواقع التي قصفت ودمرت والصور التي شاهدوها أصبح من الواضح أن ما ضرب هو مواقع
تبدأ من التموين الخاص بمأكل الجيش السوري إلى مخازن ذخيرة للجيش السوري إلى بعض قيادات الألوية والفرق في الجيش السوري، بمعنى أنهم يريدون أن يوجهوا ضربة للجيش السوري عنوانها الحقيقي ما تحدثوا عنه وفشلوا في الحصول عليه، وهي المنطقة العازلة أو الأجواء المحظورة أو التدخل الجوي من أجل منع القوات السورية من تحقيق أهدافها. فشلوا في ذلك عن طريق مجلس الأمن والأمم المتحدة لأن هناك فيتويات، فشلوا بقدراتهم الذاتية كما عملوا بصربيا وكما عملوا بالعراق بدون أي قرار دولي اقتحموا البلدين لأن معسكر الآخر كان ضعيف، روسيا لم تكن كما هي اليوم ولا الصين كانت في وارد أن تصطدم مع هذه القوة، فكان فقط لديهم شجب ولم يكن لديهم لا فيتو ولا تصدي. اليوم ميزان القوة مختلف، لم يسمحوا لهم ولن يسمح لهم بأن يتخطوا هذه العتبة. ولذلك التصريحات الإسرائيلية قبل أسبوع من هذا الهجوم والاعتداء على سوريا كانت تقول بأنه يجب أن يفعل أي شيء للتدخل في سوريا. حتى بعض ما يسمى علماء مسلمين ووعاظ سلاطين خرجوا وأعلنوا أنه ما بقى في مجال، يجب أن أمريكا وفرنسا وبريطانيا بالأسماء صاروا ينادوهم ولولا الخجل لقالوا على إسرائيل أن تدخل. وعندما يكون الناتو متراجع بسبب أن ميزانيات الدفاع تتراجع وأن قدراته العسكرية لا تستطيع أن تدخل معركة مكشوفة مع سوريا بسبب وجود إمكانات عسكرية ممكن أن تمنعهم من ذلك، فتوجهوا أن إسرائيل هي لتقوم بما أن هي المعنية الأساس في كل هذه المعركة. المعركة على سوريا ليست لحماية فرنسا، والمعركة على سوريا ليست لحماية بريطانيا، هم يريدون هزيمة سوريا من أجل أن تبقى إسرائيل قوية ومن أجل أن تبقى مصالحهم في المنطقة، ولكن الهدف الأساسي هو إسرائيل. فإذا إسرائيل هي المعنية، إسرائيل دخلت على الخط. السؤال الآن، لكن تفضل تطرح السؤال، أنا كنت سأسأل لماذا دخلت بهذه الطريقة إلى الحرب الداخلية الآن وما الذي استلزم أن تدخل بهذه الطريقة؟ يعني ما في طريقة أخرى لكي تكسر موازين القوة إن أردت، أو توجه رسالة واضحة على أنه كما السيد حسن نصر الله قال لسوريا حلفاء وأصدقاء سيمنع سقوط سوريا، تدخل إسرائيل على الخط لتقول أنا سأساعد على إسقاط سوريا، بمعنى أن هذا هو قراري وهذه هي قدراتي، فأنتم إذا استطعتم بقدراتكم أن تمنعوا السقوط فأنا سأتدخل لأن القوة التي تقاتل على الأرض لم تستطع إسقاط النظام ولن تستطع الوصول إلى هذا الهدف، والمؤامرة الكبرى الغير مباشرة من الدعم الخارجي لن تكفي لإسقاط هذا النظام وإسقاط سوريا، وبالتالي يجب أن نتدخل مباشرة. وهذا معناه أنه هذا لن يكون أول اعتداء ولن يكون آخر اعتداء طالما أنه هذا هو هدف المؤامرة، ومعناه أنه منذ اليوم نحن نسير بقدم حساسة جدا 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 نحو الحرب المفتوحة مع إسرائيل، لأنه اليوم إذا كانت هذه غارة على 3-4 مواقع أو قصف صاروخي على 3-4 مواقع، ثم وجدت إسرائيل أنه لها مصلحة في المستقبل بعد أسبوعين أو ثلاثة بسبب أيضا موازين القوة المستمرة أو بسبب رغبة أمريكية لأنها تريد أن تفاوض بمواقع قوة مع الرئيس بوتين أثناء لقاء الرئيسين مثلا، أن تضرب إسرائيل أيضا ضربة لكي تمنع تقدم الجيش السوري، أو هذا معناته الدخول على خط المعركة بطريقة غير مباشرة. هذا ما فعله الناتو تماما في صربيا وفي كوسوفو عندما تدخل تحت عنوان دعم قوة على الأرض، ولكن كان عنا يقول أنا وهم حلفاء. بالأول كان عم يتحدث عن تدخل إنساني وبعد ذلك أصبح التدخل علني، فكان الذي يقاتل على الأرض يعرف أن غطاؤه الجوي هو ناتو أطلسي، وبالتالي اليوم من يقاتلون على الأرض يعرفوا أن أصبح عندهم غطاء جوي. اليوم المقاتل المهزوم أو الذي يتراجع أو الذي يتقدم في بعض الأماكن يعرف أنه هو يقاتل ولكن إسرائيل تدعمه بالطيران لأنه تقصف الجيش السوري. وبالتالي هنا تكامل المعركة ما بين هذه القوة وإسرائيل الذي تحدث عنها البيان الرسمي السوري، ثبت أن هناك علاقة، أنا أفضل أن لا أقول عضوية، أنا أقول موضوعية 100%. ليش أحتفظ بهذا الحذر القليل؟ لأن بعض الذين يقاتلون فعلا هم لا يدركون وليس لهم علاقة عضوية بالمعنى العضوي، ولكن هذا لا يهم، أنت يمكن أن تكون حليف موضوعي تؤدي إلى نفس النتائج وأنت لا تعي. هذا مثل ما بالقرآن بسميه كالحمار يحمل أسفاره، بكون حامل شيء مش له ولا يفهم ما الذي يحمله، وبالتالي هو يسير بهذا الاتجاه يخدم إسرائيل، ولكن هو إذا سألتيه يقول لك أبدا
أنا مطمئن ليس لي علاقة عضوية بإسرائيل، ولذلك نقول استيقظ، أنت حليف موضوعي لإسرائيل وأنت تسير بنفس المخطط مهما رفعت من شعارات. السؤال أنا ما أريده اليوم، في كتير ناس شاطرين لتوصيف المؤامرة على سوريا، وفي كتير ناس شاطرين لحتى يقولوا شو أهداف هذا العدوان، أنه إجت وعملت والآخرين. السؤال المطروح علينا ماذا نحن فاعلون؟ ماذا نحن فاعلون؟ أنا في أكثر من مداخلة قلت من يريد الدفاع عن هذا النظام نقطع السطر، أو يريد الدفاع لبقاء الرئيس بشار الأسد على سدة الحكم، هذا شخص مهزوم. مهزوم ليه؟ لأنه حجم المؤامرة على سوريا والمخطط لسوريا أوسع من هذين الهدفين، أوسع من هذين الهدفين، بالدليل اللي قاله سيد حسن نصر الله في خطابه الأخير أن الهدف تجاوز تغيير رئيس وإسقاط نظام، وحتى تجاوز سحب سوريا من معسكر المقاومة إلى ضرب مقومات الدولة السورية والحضارة التي تمسك سوريا في أحشاء في هذه المنطقة. سوريا ليس موقع جغرافي عادي، سوريا بالنسيج الاجتماعي في المنطقة هي بيضة الأبان. يعني لما نحن كنا في لبنان نتجزى طائفيا ومذهبيا وما تريدين، الذي كان يحضننا ويدافع ويستطيع أن يبقي لبنان ويجره إلى اتفاق الطائف كانت سوريا بمساعدة بعض الدول العربية، والذي استطاع أن يدعم العراق ويستقبل ملايين اللاجئين العراقيين ويدعم مقاومة العراق لكي يبقى العراق ليس تحت الاحتلال ويخرج مما هو فيه هي كانت سوريا. فاستهدافها اليوم ليس بالمعنى استهداف ولا هذا الرئيس بيبقى ولا هذا الرئيس بروح، أو هذا النظام بهذا الحزب هي يتغير بالدستور، المادة 8 صارت ورائنا. شو اللي عم يحصل؟ اللي عم يحصل انه هذا المكون الاجتماعي التاريخي اللي عنده خطاب عنده لسان يتحدث بشيء مطلوب ضربه، وبالتالي هذه مؤامرة اكبر من الرئيس والنظام وهذه كأهداف. طب اذا الهدف هالقد كبير والادوات هالقد كبيرة، عندها يجب ان يكون سقف استعداداتنا نحن اكبر من الحفاظ على النظام او الحفاظ على رئيس او الحفاظ على حزب. هل تعني بالاستعدادات اللوجستية المادية أم المعنوية؟ كل شيء. كل شيء. أنا عندي علم، بقول بأي صراع هناك استراتيجية وتكتيك، يعني خطة. هلا بالبساطة بقول عندك خطة ولا ما عندك خطة. نحن بالعلم السياسي بنقول في استراتيجية، في مجموعات تكتيكات تدعم هذه الاستراتيجية. استراتيجية تحتاج إلى أدوات، تحتاج إلى تجهيزات، تحتاج إلى قدرة مادية معنوية بشرية. تحشدين كل هذه الوسائل من أجل نجاح استراتيجيتك، ولكن استراتيجيتك لا يمكن أن تسير على هدى إذا لم يكن لها هدف. فإذا الأول والأول والأول قبل الرابع والخامس هو الهدف. ما هو هدفنا؟ نحن نتحدث بشكل مرتفع أنه هدفنا التحرير وهدفنا الأمة العربية وفلسطين محررة، هذا هدف كبير. يجب أن تكون استراتيجيتنا في خدمة هذه الهدف جدية، بمعنى لا يرف الجفن إذا تحدثت عن قتال مع إسرائيل، ما يرف الجفن، مش أنه أعمل حسابات. شفتي لوين؟ أنا بدي قاتل إسرائيل، وبالتالي ما أسأل نفسي هل سأقاتل إسرائيل أو لا أقاتل إسرائيل، ولكن السؤال يجب أن يكون كيف أستعد كل يوم لقتال إسرائيل. من يسمعني اليوم ويفهم في الاستراتيجية وفي السياسة وفي علم الاجتماع وفي الإعلام يجب أن يفهم ما أقول. أنت يجب أن تسأل يوميا كيف أقاتل إسرائيل، لا أن تهرب من قتال إسرائيل ظنا أنك بذلك تستطيع أن تدوم وتدوم وتدوم بدون القتال مع إسرائيل. ولكن عندما ترفع السقف وتدع هذا التحدي، أي قتال العدو الأساسي المركزي ومن وراءه من الولايات المتحدة، عندها تستطيع أنك توحد الوطن، أنك تلم الأمة مظبوط، انك يكون عندك اقتصاد قوي، انه يكون عندك اجتماع قوي. ليش؟ لانك رفعت السقف الى التحدي الحقيقي. اليوم كنت عم اتذكر نحن ب 82 لما بلشوا الشباب شو كان عندهم قدرات؟ كان عندهم فاتح 110 ولا كان عندهم صواريخ 200 كيلومتر ولا عندهم عشرات الاف الصواريخ لحتى يقولوا نحن نوقف قدام اسرائيل؟ كان عم يبحثوا عن كيلو المتفجرات، كيلو المتفجرات، وبالتالي لم يسالوا انفسهم هل نقاتل إسرائيل أو لا نقاتل إسرائيل؟ أبدا. كل سؤالهم كان كيف نقاتل إسرائيل؟ فما بالك بوجود من يهلل لضربة إسرائيل سوريا أو لأي بلد عربي؟ هذا موضوع آخر سنأتي إليه لكي نقول ما هي الأدوات التي استخدمت من أجل تقسيم الأمة، من أجل زرع الفتن بالأمة، وهذا علم اجتماع ليس فقط بالسياسة. ما بيكفي يقول هذا رجعية وهذا إمبريالية، ما بيكفي.
بدنا نعرف أولا ما هي أمراضنا التي تتسلل منها، وهل كان خطابنا الموحد الذي نفترضه أن موحد كان على المستوى المطلوب للحفاظ على هذه الوحدة أم كان قاصرا؟ هذه السؤالات تحدي. أنا كان عندي لا فتحتي لي موضوع بعد، خلينا شوي لنجي عليه بعدين، بس خلينا بالأول في كيفية القتال لإسرائيل. ليش بدي أقول هذه النقطة؟ لأنه هذه لن تكون أول غارة وليس آخر غارة، وليس أول اعتداء ولا آخر اعتداء. يعني بكل بساطة، بكل بساطة، إما أن يكون خلال وقت قصير رد سوري قوي جدا يؤدي إلى واحد من اثنين، إما إلى ردع إسرائيل كما غزة فعلت. غزة لنا جمهورية عربية سورية وليست بالعمق السوري وليست بالإمكانات السورية. غزة قررت أنه عندما يقتال الجعبري وتعتدي إسرائيل عليهم فورا ضربوا له تل أبيب وضربوا له القدس وأخرجوا صواريخهم. إسرائيل لم تكن متوقعة هذا الرد، يعني بحسابات الربح والخسارة والأهداف السياسية إسرائيل لم تكن تريد الحرب، كانت تريد أن تؤدب الفلسطينيين وتغتال الفلسطيني، وكان بحساباتها ماذا تقول؟ لقد اعتديت على حماس وغزة أكثر من مرة فلم ترد بحرب مفتوحة، لأن حماس تريد أن تحافظ على حكومتها في غزة. طلع الحقيقة أن حماس كانت تستعد للحرب، فإذا حسابات الإسرائيلي كانت غلط. اليوم عندما ردت، يعني كثفت من عندما بطاريات القبة الحديدية، هل هي تتخوف؟ لا سنصل. عندما ردت إسرائيل، عندما ردت حماس والمقاومة والجهاد الإسلامي بالقصف الشديد، فوجئت إسرائيل بأن حساباتها كانت خاطئة. ما الذي أدى؟ أدى أن إسرائيل تطلب وقف إطلاق النار. فإذا وصلنا إلى توازن رعب وأدينا إلى ردع. في سوريا إذا في وقت قريب لم يكن هناك ردا رادعا، ماذا يعني؟ معنى ذلك نحن أن نقول لإسرائيل استمر بعدوان آخر مكثف أكثر من هذا العدوان، وزني في الميزان الاقتتال في سوريا من أجل فريق ضد فريق آخر، ولن يردعها أحد. لماذا؟ لأنه لا فيك تعولي لا على جامعة عربية ولا على مجتمع دولي. ما حدا هيجي يقول له هعامل عليك قرار دولي وحاربك إذا ما بتوقف إطلاقنا، هتعتدي مرة واثنين وعشرة وعشرين حتى تغير ميزان القوة. إذا أنا لم أخذ قرار أني سأرد، أما إذا أخذت قرار بالرد، ولن أدخل الآن بأنواع الرد لأنه كيف ممكن رد، هذه بغرفة عمليات بيجتمعوا بيفتحوا الجوارير بيطلع واحد شو عنده أدوات شو عنده وسائل، أنا ما عندي مانع، مباشر غير مباشر أمني عسكري. المهم تعرف إسرائيل أنه لدينا رد موجع يردعها، عندها ترتدع إسرائيل، نعيد التوازن ونستمر بالعملية الداخلية من أجل استتباب الأمن في سوريا. وإلا كل الإنجازات اللي عم تنعمل اليوم على صعيد المعركة عندها تعدلها إسرائيل كما فعلت في لبنان، كما فعلت في لبنان عندما كان هناك فريق مرتبط بالمشروع الأمريكي يريد أن يحارب المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية وتفجرت الحرب. عندما فشل هذا الفريق وأصبحت الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية أقوى، ماذا فعلت إسرائيل؟ دخلت بنفسها إلى بيروت. نحن كنا نتحدث عن ذلك بوضوح، أبو عمار الله يرحمه بهذه الأيام سماها استراتيجية الأوكارديون، يعني يا بمط يا بإغض. إذا كان المعركة بلبنان محتدمة والقوى الانعزالية صامدة إسرائيل مرتاحة، إذا هزمت ووجدنا أن الوطنيين انتصروا فإسرائيل ستدخل، عندها سيكون ضغط وتأتي إسرائيل، ولذلك أتت إلى بيروت بنفسها لكي تنهي هذا الموضوع. في سوريا نفس القصة، وبالتالي ما حدا يهرب. في مثل كلام جدا جدا عاقل يقول إن هربت من الموت فإن الموت يقع عليك، تهرب منه بيقع عليك، مش يعني بلامسك ولا يمكن بده يقع عليك حتما إذا هربت منه. فإن هربت من معركة إسرائيل فإسرائيل هي التي ستأتي إليك. اليوم الآن التفاصيل بيد القيادات والمسؤولين، وهذا اللي أنا أتحدث عنه. ما عم بتحدث بس عن سوريا، أتحدث عن معسكر المقاومة ككل، ولا كيف عم بيقدم حاله بشكل جماعي. لكن هذا المعسكر يجب أن يأخذ قراراته بشكل جماعي وبتنسيق، وأنا أعرف أن التنسيق على مستوى عالي وأنه يمكن أن يقوم بمهمة جدا جدا كبيرة. والأكثر من ذلك ما أعرفه أنه لدينا من الإمكانيات ما أن يدخلنا بهذه الحرب ونحن مرتاحون. إذا حدا بشك خلي راجع حساباته. المشكلة أنه في ناس ما بتعرف شو في عندك من قوة، ولذلك بتقولك ممكن نربح وهو شريك في هذا المعسكر، أو في ناس بتعرف شو في قوة بس ما بتعرف تزينها لأنه ما حاطة بباله بتاتا سؤال كيف أحارب إسرائيل. بعدها عم تسأل بحارب ولا ما بحارب، بدك تقطع هذا الحاجز
لا تسأل أحارب أو لا أحارب، اسأل كيف أحارب. عندها إسرائيل تقول هذا الشخص جدي، قد تضربك لتجربك، ولكن عندما أخذت قرارك لقتال إسرائيل وبدأت تعد العدة وبدأت على هذا المستوى حتما تصل إلى نفس النتيجة اللي وصلنا فيها في لبنان. أما إذا كان السؤال أقاتل أو لا أقاتل، العدو منذ أن أسس دولته، العدو منذ أن أسس دولته وهو لا حق له بهذه الأرض ولا في هذه المنطقة، قرر مش يقول بحارب العرب ولا ما بحاربهم، كيف أحارب العرب؟ كيف أعد العدة لهزيمة جميع العرب؟ كيف يكون عندي جيش إسرائيلي ينتصر على جميع العرب؟ كيف ليل نهار أشتغل وأعمل المناورات من أجل هزيمتهم؟ لو إسرائيل فكرت سنتين بحارب العرب ولا ما بحارب العرب كان وضعها حرج أكثر من ذلك. طيب يعني ما بدي أقول إن شاء الله مصيبة بدنا نتعلم من أعدائنا، لا، أنا بقول أعيدوا العلم والعقل والمنطق إلى نفوسنا بس. لكن اليوم نحن ألا نحارب إسرائيل؟ أنت تحدثت عن ما يتعلق بالمقاومة وما تقوم به، أم المطلوب الآن في هذه المرحلة هو أكثر من الحرب؟ هل وصل الموضوع إلى موضوع الوجود أم عدم الوجود معها؟ نحن اليوم ما نعيشه في سوريا هو وجود أو لا وجود. في تلفزيون الدنيا بسوريا معروف أنا أول مقابلة عن الأزمة السورية قلت ليس المطلوب لا إصلاح ولا ديمقراطية ولا انتخاب، المطلوب تشظي سوريا، هيك عنا معلومات وهيك عنا مؤامرة. اليوم واحد لما بده يطلع هيك لما بيطلع بالوضع السوري، أليس ما يفعل في سوريا هو تشظي لسوريا؟ تشظي إلى نسيجها الاجتماعي وتشظي لاقتصادها وتشظي لمحافظاتها ولمدنها؟ مش هذا اللي عم يحصل؟ طيب إذا كان هذا المطروح أليس هذه معركة وجودية؟ وهل يرخص شيء في المعركة الوجودية؟ لا يرخص شيء. فإذا أنت عم تهرب من الموت اطمئن سيقع الموت عليك، ما في بحث. ولذلك القرارات يجب أن تكون على المستوى التحدي. فإذا ما في خيار ثلاثة، في واحد من اثنين، يا أما بكون في رد حتى يتوازن الردع، يا أما يجب أن ننتظر الضربة الثانية والثالثة والرابعة. وعلى هذا المنوال يستطيعون أن يعدلوا الموازين لأنهم دخلوا بالمعركة، دخلوا بالمعركة ليس لردع سوريا من امتلاك سلاح خاص كما كان في دور الزور يقوله، وليس من أجل نقل أسلحة للمقاومة في مكان أو آخر. دخلوا المعركة لأن المعركة الداخلية في سوريا بدأت موازين القوى فيها تختلف. هل نسلم هذه الورقة أيضا ونقول نعم أو لا؟ أنا لا أشكك، لاحظ حكي مش معناته أنا شاكك القيادة في رد ولا انفراد، أنا مشان الرأي العام والشعب السوري يفهم، ليس أمامنا سؤال هل نقاتل إسرائيل أو لا نقاتل إسرائيل، لدينا سؤال جميعا على صعيد الشباب والصبايا والكبار والصغار والعسكر والمدني واللي بالحكومة واللي برا الحكومة، هو كيف نقاتل جميعا إسرائيل ونكون مستعدين لهذه المعركة لأنها قادمة لا محالة. إن لم نذهب نحن بها إلى إسرائيل ستأتي هي بها إلينا، وإلا شو بنكون سنين عم نكذب على حالنا إنه والله نحن عاملين مقاومة وإسرائيل بتشيلنا منها بس نحن ما عم نرضى، والسين عم نحكي بدورنا الإقليمي وهو هذا منه حقيقي، وأنا بعرف إنه هذا حقيقي، نعم. ونحن مأزينا ونحن مأزينا، وبالتالي يجب أن نكون على هذا المستوى. نعم. بس ليش عم بحكي بهالمرارة؟ إسرائيل عم بحكي بهالمرارة لأنه عندي تجربة. صحيح. عندي تجربة بالألفين وستة بعظمة ما فعلته القيادة السورية بيدها اليمين بحيث أنه يدها اليسرى لم تكن تعرف ماذا تفعل، ويدها اليسرى عارف مين بعني؟ بعني كادرات ومسؤولين ووزراء وناس بالحكومة وناس بالأمن وناس بالجيش ما نفهمينيش عم تعمل قيادتهم ونفكر أن المسألة فقط عملية دعم من بعيد لبعيد. هذه خطورة الموضوع، أنت إيدك بالنار، أنت صاحب القضية، أنت اللي عم تعمل المسألة الأساسية، وبالتالي يجب أن تكون كل القوى مستعدة لهذه المعركة القادمة. ما يتفاجأ واحد أنه يا عمي شو خص إسرائيل ليش إيش ضربتنا؟ أنا يعني عم سمعت الضربة قلت هذا ما كان متوقع، واليوم كان عندي تقدير موقف وكتبته لبعض الأخوان، أنا مطمئن مطمئن أن بعض الذين قرأوه قال شو هذه المبالغة ليش أو شو خص فلان ليكتب لنا هيك، لأن بعد في البعض يظن أنه هيدي ما ضروري هذا مش مبالغة،
أبدا مش مبالغة، وهذا ضروري ونحن في قلب العاصفة. نعم. ويجب أن نعيش ونتصرف ونتحرك على هذا الأساس. تحدثت أنه أيضا عندما اجتمعوا قبل ذلك وذهبوا إلى أمريكا ومنهم أدوات العدوان على سوريا، كان لديهم جردة حساب، وسأسألك عن هذا الموضوع، لكن أنا سألتك لماذا تأهب إسرائيل اختلف هذه المرة؟ كانت هي معتادة أنها تضرب يعني ولا تتوقع رد. لأنه سبق ذلك حديث سيد حسن نصر الله على أنه معسكر المقاومة لن يسمح بسقوط سوريا، وأصبح من الواضح أنه نحن الحدود يعني بس عم تأجر فيها، لما بيجي أنا من لبنان على سوريا في حدا بحب يختم لي كرت الهوية ويقول لي انزل من السيارة بعد في حدود عربية، في حين أنه كل الإرهابيين كسروا الحدود وفاتوا، وإسرائيل بتعرف أنه صار في مقاتلين من هذه الجهة ومن هذه الجهة، وبالتالي الأمور في تنسيق عالي فيما بينهم، ولذلك هي متأهبة في حسابات. دائما بالمعادلة في إكس، يعني بتقولي 1+3 بيساوي 4، بس لما 1+3+X قديش بيساوي؟ بضل عندك هذا الرقم المجهول هو الخطر أو اللي ما بتعرفيه. في رقم مجهول اليوم ضمن هذه المعادلة ما مجربته إسرائيل، ولذلك هي متأهبة. والبيان اللي صدر عن الحكومة يعني هو لا أبيض ولا أسود. فيك تقولي شو هو هذا البيان؟ هل هذا بيان يريد أن يذهب إلى الحرب أم هذا بيان يريد أن يذهب إلى تهدئة؟ ما حدا بيقدر يجزم. ولذلك حتى إسرائيل بتقديرها قالت هذه نصف صفارة تهدئة، نصف، ما قادر تقول هذه صفارة تهدئة 100% وأنا مني خايف. ولذلك استنفرت شمال فلسطين، فتحت الملاجئ، استنفرت سفاراتها، نشرت صواريخ القبة الحديدية وإلى آخره، وهي مستعدة لحرب. تصوري إسرائيل استعدت لحرب بعدين ما صار في حرب. سأعود إليك أستاذ أنيس، لكن معنا عبر الهاتف من الأردن الأستاذ إبراهيم علوش الكاتب والأكاديمي الأردني. أهلا ومرحبا بك أستاذ إبراهيم. مساء الخير لك ولضيفك العزيز الأستاذ أنيس. أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، سأسألك طبعا السؤال الأول عن هذا العدوان الإسرائيلي وكيف تنظر إليه، لكن تفضل في حديثه الأستاذ أنيس عندما قال إسرائيل هدفها واضح منذ البداية وهو كيف أدمر العرب جميعا، ذكر كلمة جميعا، والذرائع التي تستخدمها إسرائيل لأي عدوان من وجهة نظرك ألن تكررها في استكمال مخططها؟ وإلى أي مدى استخدمت إسرائيل الوضع العربي الراهن في عدوانها؟ يعني دعيني أقول في البداية بأن ما يجري الآن هو بالأساس عدوان صهيوني على سوريا. أعتقد أنك والأستاذ أنيس لا تختلفان معي بأن العصابات المسلحة التي تستهدف الجيش العربي السوري وتستهدف مواقع الجيش العربي السوري هي بالنهاية أدوات صهيونية، وبالتالي هذا استكمال لعدوان متجدد، ولكنه الآن اتخذ أشكالا أكثر علنية في دعم العصابات المسلحة في هذا العدوان. على هذا الأساس أنا أعتبر بأن ما يقوم به الجيش العربي السوري في مواجهة العصابات المسلحة هو في نفس الوقت صراع ضد العدو الصهيوني. يعني العدو الصهيوني قرر أن يفتح جبهة خارجية داعمة للجبهة الداخلية المدعومة من الخارج، المدعومة من تركيا والمدعومة من البترودولار والمدعومة من حلف الناتو والمدعومة من العدو الصهيوني. وبالتالي علينا أن نكون حذرين جدا. الاندفاع باتجاه مواجهة مباشرة في معركة من هذا النوع، وأنا أشدد من هذا النوع، معركة تحاول اصطياد واستدراج القوات الجوية السورية إلى مواجهة مباشرة، من المستفيد من دخول الجيش العربي السوري إلى مواجهة من هذا النوع؟ المستفيد الأول هو حركة الإخوان المسلمين، ما يسمى بالجيش الحر، جبهة النصرة. المقصود هو خلق تحالف شمالي يستطيع التقدم تحت غطاء من القوات الجوية الصهيونية كما حدث في ليبيا، ليصبح يعني أي تحرك للجيش العربي السوري من منطقة إلى أخرى مكلفا جدا من الناحية العسكرية والبشرية. على هذا الأساس برأيي المتواضع، بالرغم من عداء المبدئي للحركة الصهيونية جملة وتفصيلا، حتى يعني بكل أشكالها اليهودية والعربية،
أقول بأن من الخطأ التورط أو الدعوة لحرب مباشرة في هذه اللحظة. بإمكان سوريا أن ترد على العدوان بطرق أخرى، وهذه الطرق معروفة ولا حاجة للاستفاضة فيها. معركة سوريا منذ يعني الثمانينات والتسعينات كانت عبر قوى المقاومة، وهذا يعني له حسابات معينة سياسية ودولية ليس من الضرورة أن نستفيض فيها. سوريا عليها واجب حقيقي عندما تحاول الطائرات الصهيونية مجددا أن تعيد الكرة، وسوف تحاول إعادة الكرة وهذا أكيد، على قوات الدفاع الجوي السوري أن تكون متهيئة لاصطياد الطائرات الصهيونية سواء من البحر أو من تركيا أو عبر لبنان أو من الأردن. عليها أن تسقط تلك الطائرات، وعليها أن تأسر الطيارين الصهاينة لمبادلتهم بأسرانا في سجون الاحتلال، هذا لا شك فيه. أما الإقدام على مواجهة مباشرة في هذه اللحظة مع العدو الصهيوني فهو وقوع بالفخ الذي أعتقد أنه سيخل بالميزان الداخلي. نعم، سأعود إليك أستاذ إبراهيم، لكن دعني أيضا يعني أشرك معك في الرأي وربما في النقاش الأستاذ أنيس نقاش. يعني سمعت ما تفضل بطرحه الأستاذ إبراهيم علوش، وكثير من المحللين اليوم تحدثوا عن موضوع الاستدراج، يعني تستدرج إسرائيل نحو الحرب، ومنهم من عاش في فترة حرب 73 وذكر عدة ضربات إسرائيلية كانت تريد توقيت معين لحرب، لكن سوريا هي التي حددت التوقيت. فماذا تقول فيما طرحه الأستاذ إبراهيم علوش؟ أولا ألتقي معه 80%، لأن نحن من أبناء مدرسة واحدة، نحن اثنين بنعرف، يمكن أنا عمري شوي متقدم كنت أقرب إلى والده رحمه الله عليه، على أنه نحن نستعمل أساليب الخاصة بنا للوصول إلى النصر. يعني لم أدعو بحياتي أنا على أن جيوش العرب يجب أن تحرر فلسطين، ليس لعدم الثقة بالعسكري العربي أو بالضابط العربي، ولكن لمعرفتي بتوازن القوى الدولي وبإمكانية التسليح العربي وإمكانية التسليح الغربي. ولذلك كنت دائما مع حرب الشعب، مع الوسائل الأخرى للوصول إلى نفس الأهداف، ومع المقاومة، ومع ابتكار واختراع الأساليب الجديدة في القتال. لذلك أنا عندما أقول يجب أن تكون سوريا مستعدة للحرب، لا أعني بتاتا أن يخرج غدا الطيران السوري، وأنا أعرف قدراته مع الطيران الإسرائيلي بالكيلومتر بالضبط وبنوعية الرادار بالضبط، يعني مني خبير طيران ولكن أفهم بالعسكر ما يكفي لأعرف الدبابة السورية والدبابة المركافة وقدرات هذه المسائل. ولكن هذا ما موجود أصلا عندنا كله في لبنان، بلبنان كله مش موجود. ولذلك أول نقطة على أن نحن في الاستراتيجية نبتكر، وهو تحدث عن خيار المقاومة التي تستعمله سوريا، وهو خيار بامتياز، أنا بسميه هذا خيار استراتيجية الخط عرض 17 الذي اختاره هوشيمين. تعرفي هوشيمين محارب الأمريكان، هوشيمين كفيتنام الشمالية لم يعلن الحرب والتزم الهدنة وقعد بس يدعم المقاتلين عن طريق لاوس وكمبوديا، وأسسوا جبهة تحرير جنوب فيتنام. ما سمعت فيتنامي يعني. نعم. ما في مع فيتنامي يوم قال له أنت خائن أنت لا تقاتل، والجولان تبعك على حدود 17 مسكر. الفيتناميين فهموا الاستراتيجية. أنت فاق نيكسون آخر أيامه إنه هذا عم يلعب علينا، صاروا كذا سنة بقاتلنا بالطريقة الغير مباشرة، فقد آن الأوان بأن نقصف هانوي. هذه كل الأمور أنا بعرفها، ومن طبقها استراتيجيا في هذه المنطقة هو الرئيس المرحوم حافظ الأسد الذي طبقها بشكل كامل دون أن يذهب إلى فيتنام ويدرسها، بالوقت اللي هوشيمين بالوقت اللي موشي ديان ذهب إلى فيتنام ليدرس العكس، كيف تقاتل أمريكا الثوار ويتعلم منهم، وفشل في ذلك. فإذا نحن متفقين باستراتيجيات البديلة، هذا مطلوب منه إعداد الشعب ومطلوب منه إعداد البدائل. وعندما أقول الرد لا أقول بتاتا أن يخرج الطيران السوري غدا وأن تخرج الجبهة بتاتا، يجب أن نكون أذكى من ذلك، ولكن أتحدث عن حتمية الردع. ليه؟ لأن الخيار مش بإيدي بس. وذكرت يعني في البداية لم تتحدث عن طريقة الرد، لا 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 إنما أترك حتمية. الطرق له. نعم. ولذلك أنا أقول ليس السؤال هل نرد أو لا نرد، السؤال كيف نرد. نعم. لأنه إذا ما ردت وإسرائيل هلأ مستنفرة، بعد جمعة بتلاقي ما في رد، 20 يوم ما في رد، يمكن بعد يومين تتأكد أنه ما في رد، فهي
تنفذ السيناريو اللي عم يحكي عنه الاستاذ ابراهيم، ما هو؟ انه بتعمل غطاء جوي، ساعتها الطيران ما بيعيد يترك السماء السوريه وما بيعود يترك الصواريخ الاسرائيليه الاراضي السوريه من اجل انه جبهه الشمال تتقدم، وما عندهم خجل هؤلاء بتاتا صدقيني. هلا الان قبل ان اتي للاستوديو سمعنا عن واحد عم يحكي على التلفزيون الاسرائيلي وعم بيقول نحن مبسوطين بالضربه، شوي ثاني حيقول تعي اسرائيل ضربه مره ثانيه وحيعملها اكيد، لانه احد علمائهم طلب من امريكا وفرنسا ومن جميع جهنم الغرب ان ياتي ويضرب سوريا. نعم. وبالتالي هناك اجواء تهيئ. نعم، وهذا كان واضح في المواقف ولذلك السورية، هذا ما اتحدث عنه. الصواريخ جاهزه لضرب، لن تهربوا من المعركه لان المعركه ستقع عليكم، اسالوا انفسكم كيف. ولذلك انا متفق مع الاستاذ ابراهيم، الكيف والذكاء في التعامل هو المطلوب، ولكن لا هروب من هذه المعركه. نعم، وبهذا ما اكدته سوريا، الصواريخ جاهزه في حال حدوث اي اختراق لاهداف معروفه ومحدده. صواريخ غير صواريخ خبير اي طريقه عسكري يجدونها. لكن دعني فقط قبل يعني ان اختم مع الاستاذ ابراهيم علوش، سالتك عن اسرائيل في عدوانها هذا، الى اي مدى استخدمت الوضع الراهن؟ وهنا يعني اتحدث ايضا عربيا، في الدول العربيه بشكل عام، دول حول سوريا بشكل خاص، وايضا ما حدث من تنازل على صعيد القضية الفلسطينية. أستاذ إبراهيم، سؤال لمين بالله؟ إلك أستاذ إبراهيم، سمعت طيب. السؤال أم أعيده؟ لا لا أنا فهمت، فكرت اتفضل. الأستاذ للأستاذ أنيس السؤال. نعم. يعني دعيني أؤكد أني أتفق معه في الكثير مما ذهب إليه، والأستاذ أنيس أستاذنا وأنا لا أزايد عليه في المواقف المقاومة أبدا، ولكن أقول أن معركة من هذا النوع بأبعاد تاريخية تحتاج إلى رأس هادئ وبارد، لأن العدو يريد منا أن ننجرف إلى معركة تعطي ميزة استراتيجية للجماعات المسلحة المدعومة من الخارج، وبالتالي علينا أن ننتبه جيدا كيف نخوض المعركة. وأتفق معه جيدا أننا في قلب المعركة ولا مفر من خوض المعركة، فهذه المعركة مع العدو الصهيوني، ومن المؤكد بأن العدو الصهيوني ما كان ليهجم على سوريا لولا وجود قوى عربية رسمية وقوى سورية داخلية تدعم هذا النشاط الصهيوني. يعني لولا الاستهداف المنهجي من قبل العصابات المسلحة لقواعد الجيش السوري المختلفة الجوية والبرية وغيرها، لما أقدم العدو الصهيوني على هذا النشاط المتكامل عضويا مع نشاط العصابات المسلحة. من منظور استراتيجي هناك تكامل بين ما تقوم به العصابات المسلحة وبين ما يقوم به العدو الصهيوني. أنا أؤكد بأن العدو الصهيوني سوف يعود، وهذا من المؤكد أن العدو الصهيوني سوف يعود عبر تركيا، عبر البحر، عبر الأردن، عبر لبنان، وعلينا أن نكون مستعدين، والنصر عندها سيكون بأن نرى طائرات صهيونية تهوي في الأراضي السورية. أما بالنسبة للبعد السياسي فلا شك بأن الغطاء السياسي الذي قدمه وزير يعني الدفاع الصهيوني حمد بن جاسم في واشنطن عندما قدم التنازل الجديد المجاني حول تبادل الأراضي يشكل غطاء سياسيا للعدوان على سوريا، وعلينا أن نكون واضحين هنا، كما جاءت المبادرة العربية غطاء وقبلها قمة فاس في عام 81 غطاء للعدوان على لبنان، علينا أن نكون مدركين بأن التحرك السياسي الذي يجري بالتفاهم مع العدو الصهيوني هو غطاء للعدوان على سوريا، والتنازلات السياسية المجانية التي تقدمها حركة حماس ومحاولة حركة حماس التقرب من التسوية مع العدو الصهيوني تشكل غطاء أيضا للعدوان على سوريا، وهذا الأمر مهم جدا. لا عدوان بدون غطاء سياسي، وهذا الأمر يعني يتطلب منا موقفا سياسيا واضحا في دعم سوريا أولا وفي الوقوف في وجه التسوية مع العدو الصهيوني. لاحظي بأن التسويات
ما كانت تطرح إلا لتغطية عدوان على إحدى الدول العربية، خريطة الطريق لتغطية العدوان على العراق، استحقاق أيلول لتغطية العدوان على ليبيا، والآن نتحدث عن إعادة إحياء عملية السلام والمبادرة العربية لتغطية العدوان على سوريا. وفي عام 2007 أعيد إحياء ما يسمى بالمبادرة العربية المقبورة لتحشيد العرب الرسميين ضد إيران، وكذلك في عام 2005 لتغطية العدوان على لبنان. هذا نهج هم يلعبون بالقضية الفلسطينية من أجل تغطية المشروع الإقليمي حيثما ذهب، وهذا من المؤكد بأنه يعني واضح بس للمواطن العربي. نحن مطالب، أنا اسمحي لي بهذا الطلب الصغير مع أني طرحته من قبل، ولكن أعتقد أن المسؤولية في الدفاع عن سوريا لا تقع على عاتق السوريين وحدهم، هذه مسؤولية الشعب العربي برمته. أطالب قيادة الجيش العربي السوري بالعمل على تشكيل ألوية شعبية عربية للدفاع عن سوريا والدفاع عن فلسطين والدفاع عن لبنان والدفاع عن الأمة العربية. وشكرا. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ إبراهيم علوش الكاتب والأكاديمي الأردني، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. عودة إليك أستاذ أنيس، هنا علنا نتوقف يعني بشيء من ربما هو واضح على الأرض، لكن من ربط هذه الجدلية في العلاقة ما بين الأصيل والوكيل هنا على الأرض، كيف تتناغم ومتى يأتي الأصيل؟ هل ما حدث في الميدان له علاقة، وما الذي بالضبط كان يحدث في الميدان في هذه الساعات الأخيرة أو الأيام الأخيرة؟ وأيضا ما يعني علاقة ما حدث من العدوان من حديث دول عديدة ومنها أمريكا ودول الغرب عن موضوع تسليح المعارضة، وأيضا ملف الكيماوي الذي أثير في الآونة الأخيرة مرة أخرى؟ ما في سر، يعني لو كان هذه المعارضة المسلحة التمرد المسلح قادر لوحده على أن ينهي المهمة لما اضطرت إسرائيل أن تأتي ولا بطائرة ولا بصاروخ، ولكن عندما وجدوا تعثرهم تحركت إسرائيل. النموذج اللبناني اللي أعطيتك إياه مثال صارخ، عندما كان القتال بين اللبنانيين وكانوا يعتقدوا أن هذه الأطراف التي سلحوها ودربوها، بتعرفي بلبنان اليوم ما في سر، يمكن اللي بعمرنا بيتذكر والشباب اليوم ما بتعرفه، تمويل الحرب الأهلية في لبنان تم عن طريق إيران والسعودية بطلب من الولايات المتحدة لدعم القوى اليمينية وتسليحها لخوض هذه الحرب. يعني نفس السيناريو يكرر، هناك دائما طرف عربي يتبرع بماله، الإعلام يومتها ما كان له هذا الدور كما هو اليوم، كان هو المال من أجل تفجير هذه الحرب، ظنا منهم أن هذه القوة تستطيع بعصبيتها وبأحزابها وبميليشياتها أن تضعف المقاومة الفلسطينية والقوى الوطنية. عندما فشلوا في ذلك جاءت إسرائيل إلى بيروت لتطلعنا، ما في شك في ذلك. ولذلك اليوم هؤلاء لديهم مهمة، لو نجحت هذه المهمة ونجح الهجوم الذي كان يعدون أنفسهم به بالهجوم على دمشق وإسقاط دمشق والآخرية، لكانت إسرائيل قد وصلت إلى المطلب التي تريد. الآن مع تعثرهم وتنظيف كل ريف القصير ومحاصرة القصير والانتصارات في المناطق الأخرى وتقدم الجيش، وأصبح معروفا أنه المنطقة التي تريد أن يدخل إليها الجيش يستطيع أن يدخل إليها، كان مطلوب غطاء جوي. الغطاء الجوي لا يؤمن عبر الناتو، لأنه في خلاف بين دول الناتو أنه يشاركوا أو لا، في ناس رأيهم أنه ما لنا علاقة بهذا الموضوع أو لأسباب الميزانية وتراجع الإمكانيات المادية. إسرائيل تعتبر أنه هذه قضيتها وبالتالي يجب أن تدافع هي عن نفسها وتدخل هذه المعركة. فإذا ما في سر بسبب دخولهم، ولن يكون هناك سر بسبب استمرارهم بهذا الدخول. يعني بكرة إذا الجيش السوري بوقف معاركه على القصير يمكن إسرائيل ما تعد تضرب ولا بمحل، لأنه رجع التوازن ورجع الأمن. ولكن إذا بيستمر تستمر هذه المعركة فحتما إسرائيل هل كان الهدف عدم تعميم ما حصل في القصير وفي أكثر من منطقة سورية؟ حتما، هذه رسالة قوية أمريكية إسرائيلية لكي تقول للجيش السوري أنا دخلت في معادلة القتال ضدك، أنا في الجو وبالصواريخ وهؤلاء على الأرض. إذن كانت هناك خطة محددة حول هذا الموضوع. هل تصوير هذا العدوان ولاحظت والصور التي خرجت إلى الإعلام جزء من هذا السيناريو، أي أنه يعني كان هناك من يترقب ويتابع ويصور ويكبر ومبسوط ويهلل للهجوم؟ ليش عم بقول لك في تكامل موضوعي؟ يعني ما ضروري الواحد يكون عضو بالموساد
وبياخد معاش من الموساد ليكون بيشتغل مع اسرائيل. حتى عندنا اللي في لبنان في ناس كانوا بيعتبروا انه هن منهم عملاء اسرائيل، ولكن اضطروا تحت ضغط القتال ان يلجأوا الى اسرائيل وتدربوا عن اسرائيل وياخذوا اسلحه من اسرائيل. يعني يزين لهم الشيطان اعمالهم. شو يزين؟ يعني بصير يبرق لهم اياها ويرتب لهم اياها. ما حدا بيقول له انت حمار وغبي وجاسوس ويلا اعمل هيك، لا، بقول له انت عم تنقذ نفسك، انت عم تحقق امل كبير اكبر من مساله التعامل مع اسرائيل، او ممكن تتعامل هلا وبعدين ترجع بصير يزين له. ولذلك هو كان عم بيهلل وعم بصور ومنتظر هذه الضربة. ألعن من هيك، هو ما بس كان عم يتفرج، صار فيه هجوم على أثر هذه الضربة، هجوم منسق بالنيران. البعض هجم على مواقع الجيش وعلى حواجز الجيش استكمالا لهذا العدوان، ظنا منه أنه بيقدر يدخل دمشق لأنه هذا العدوان قد سهل له المهمة. ومش مستبعد يكون حدا قايل لهم أنه هلأ إذا صار ضربة جوية ممكن أنتم تقدروا تعملوا هجوم، لأنه هكذا كان تحركهم. ولذلك أقول هذه المعركة هي معركة واحدة، هذه معركة إسرائيل في الأراضي السورية، عوض أن تكون معركة العرب والسوريين وكلنا في فلسطين المحتلة، نقلوها إلينا ونجحوا في ذلك، وعلينا أن نخوضها بهذا المنطق وهذا البعد. ولذلك أقول ليس السؤال أن نحارب إسرائيل أو لا نحارب، السؤال هو كيف. ولذلك أنا لا أختلف أنه كيف، إذا حدا بيقول لي شو رأيك يطلع الطيران السوري بكرة يعمل غارات، أقول لا، ما هذا المطلوب، ما حيحكي أنا شو هو المطلوب، بس في عنا 100 أداة نحن لكي ولكن بشرط أن تكون أداة رادعة للقتل إسرائيل. أنت ضربتي بهذا الحجم وهذا الحجم رد إليك فارتعدي وإلا سيكون أكبر، وقد يكون تدحرج لحرب شاملة. على كل، أنا أخطئ أيضا من يريد أن يقول لا تجرونا إلى حرب غير متكافئة مع العدو الصهيوني. طيب أنا على صعيدي بلبنان لوحدنا، بلبنان لوحدنا نحن على تكافؤ تام مع العدو الصهيوني، ونستطيع أن نخوض معركة دون خوف ولا وجل وننتصر فيها على العدو الصهيوني. ولذلك التنسيق بين القيادات يجب أن يكون بهذا المستوى. هذا ما أعرفه، هذا ما عم حلل. اليوم إذا بصير في حرب بيننا وبين إسرائيل أنا ومرتاح قلبي ضميريا سننتصر عليها، ولن ننتصر، قلت على شاشات تلفزة أخرى، لن ننتصر فيها، بمعنى لقد ردعناك، أنت تقصفين وتدمري مباني، نحن سندمر مباني. أبدا، العقيدة العسكرية للمقاومة اليوم هي تدمير الجيش الإسرائيلي، ولن نقبل بأقل من ذلك. فإذا يجب أن ننتظر ونتوقع الكثير في هذه المعركة، وهذا هو حتى الآن، يعني على الرغم من الوضع العربي الذي تحدث عنه الأستاذ إبراهيم علوش وتفضلت بالحديث، هذا هو لسان حال كل مواطن عربي وكل مواطن سوري عندما تشن إسرائيل أي عدوان على أي بقعة عربية. نتوقف مع بعض الآراء لمواطنين سوريين وعرب، وبعدها نعود لنتحدث عن هذا الموضوع. كنا عارفين من زمان من بداية هذه المؤامرة على وطننا أنه هذا العدو الصهيوني هو وراها، ومن تبع ومن لف لفيفه. هذا دليل واضح على أن إسرائيل هي تدعم الإرهاب وتدعم القاعدة وتدعم جبهة النصرة. هذا فلاس من المجموعات الإرهابية وفلاس، وهنا ثبت أنه عم يتعاونوا مع بعضهم، يعني صار في تعاون وثيق بيناتهم وصار معروف هذا لكل الناس، يعني فإحنا صامدين يعني لآخر نفس. وقع هذا العدوان وكل هالإرهابيين من وراهم من وراء أمريكا. المحرك الأساسي لكل الأحداث اللي عم تصير بلد هي إسرائيل، وهو مؤازرة لما يحدث داخل سوريا للعصابات الإرهابية المسلحة التي أفلست في اليومين الأخيرين وفي كل يوم. هي رسالة أن الشعب السوري صامد وسيبقى صامد مهما بلغت أشكال التحديات الداخلية والخارجية. عدوان همجة، إسرائيل تعودنا على همجتها، إسرائيل قائمة على العدوان، إسرائيل لابد أنه جاي يوم تنهزم وتندحر. يعني نجح الجيش العربي السوري نجاحا حقيقيا على الأرض، واستطاع أن يحاصر ويجفف منابع الإرهاب على الأرض السورية. لم يجد دول اللي بيحاربوا بالوكالة، فلم يجد الكيان الصهيوني بدا من أن ينزل إلى الأرض ويمارس الإرهاب بنفسه. كان أصبح في الملعب حاليا بعد أن فشلت قوى الشر في توجيه ضربة وتحقيق انتصارات على الأرض لقلب العروبة النابض سوريا، نزل الملعب أخيرا العدو الصهيوني. الضربة الإسرائيلية لسوريا دي ضربة مش موجهة لسوريا فقط، ضربة موجهة للشعب العربي كله. وأطالب من كل الحكومات العربية أن يكون لها موقف ضد إسرائيل. الضربات للموجة على هؤلاء التكفيريين
ولهول العصابات، استعانوا بإسرائيل أن تساندهم. هذه مؤامرة كبيرة على الشعب السوري وعلى المقاومة وعلى كل الشرفة بالعالم. لا شك أن دخول إسرائيل على الخط هو للقول وبصوت عالي للعالم بأجمعه أن إسرائيل وأمريكا هم الرأس المدبر للفتنة في سوريا. الآن نرى أمريكا والكيان الصهيوني يتدخلون مباشرة بشكل سافر من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلولهم وعملائهم الذين زجوا بهم في هذه المعركة، والذين كما قلت مسبقا تلو حزيمتهم الآن بعد أن تقدم الجيش السوري العظيم الذي يدافع عن كل الأمة العربية وعن شرف الأمة العربية، وهو الآن يحقق انتصارات كبيرة. نحن الذين أشد الإذانة هذا العدوان على سوريا، ونعتبر عدوان على الأمة العربية بأجمعها، وإسرائيل تريد من خلال هذا العدوان أن تكرس حقيقة أنها دولة المركز في المنطقة، وأن يدها طولة في تناول أي بلد عربي وفي تناول أي قوة عربية. نقول لإسرائيل نحن مع سوريا، مع شعب سوريا، مع جيش سوريا، وهذا الاعتداء ليس بجديد وليس بغريب وليس بعجيب على إسرائيل، نصرة لهؤلاء الدمى الذي تحركها الموساد. الشعوب العربية كلها مع سوريا، مع سوريا الصمود، مع سوريا التصدي إلى الصهيونية. البلد الوحيد الذي يقف الآن في وجه الصهاينة هي سوريا. عودة إليكم مشاهدينا وإلى الباحث الاستراتيجي الأستاذ أنيس النقاش. هل كان من ضمن الرسائل الإسرائيلية ثمة رسالة تتعلق بالشعب السوري والمواقف التي اتخذها؟ هل كان هناك ثمة رسائل للشارع العربي؟ أي هل كانت تتوقع بعد كل هذا التجيش وما انخرطت به فيما يتعلق بالشارع العربي والشارع السوري أن يختلف الانطباع عن أي عدوان إسرائيلي؟ يعني لا شك إسرائيل بكل عدوان تحاول أن تعطي رسالة لكل شعوب المنطقة على أن يدها هي الطولة، وكلما لم تجد جوابا من الأطراف الأخرى كلما نجحت في ذلك، وعندما وجدت جواب من الأطراف الأخرى فشلت في ذلك. ولذلك طلعنا بكل أريحية وراحة بعد 2006 قلنا لقد سقط الردع الإسرائيلي في كل أبعاده، في العمليات الخاصة فشل، في الطيران فشل، في حرب المدرعات فشل، في كل الأبعاد فشلة وفندناها علميا وعسكريا وأثبتنا فشلها. ولذلك العالم شهد على أن فشلت إسرائيل، وحتى قيادة الأركان الفرنسية قالت أن هذا الجيش لا يمكن أن ينتصر بأي حرب من هذا النوع. هيك قيموا الجيش الإسرائيلي هم نفسهم. ولذلك أما إذا كان ما في رد، أما إذا كان ما في استعداد، أما إذا ما كان الرسالة بتوصل، الشعب السوري يفقد الأمل، والشعب السوري يقول أنا لا أستطيع، والشعب السوري يقول إسرائيل هي لها اليد الطولة، وبالتالي عملائها واللي عم يتعاونوا معها بياخدوا نفس أكتر. نحن اللي حاربونا بلبنان هنا عم يتدربوا عند إسرائيل ويتعاونوا مع إسرائيل، كانوا معتمدين على أنه نحن منقاتل وإذا حاولنا نكسر شوي إسرائيل تجي بتدعمنا. هلأ بهالأيام هذه لما شافونا كيف هزمنا إسرائيل ما بقى حدا يقدر يقول بلبنان أنا بدي استعين بإسرائيل، إلا القلة اللي بعدها عم تراهن لأنه ما بدها تقنع أنه إسرائيل أصبحت مهزومة. ولكن هذا صراع الإيرادات، هذا صراع الإيرادات. المسألة لا تحسب فقط بعدد الدبابات ولا تحسب بعدد الشهداء والقتلى، يحسب بنتائج الصراع. هل إرادتي التي كسرت أم إرادة العدو؟ هل هو يستطيع أن يتحمل أو أنا الذي أتحمل أكثر؟ هل هو الذي يستطيع أن يحشد معنويا وماديا أو أنا الذي أحشد ماديا ومعنويا من أجل هذا الصمود؟ ولذلك أقول السؤال كيف نقود المعركة ونخوض المعركة، لا أن هل نخوضها أو لا نخوضها، ما مطروح أن نخوضها أو لا نخوضها. يعني قبل مبارح من جمعتين كان ممكن الواحد يسألني يا ترى بنعمل شيء مع إسرائيل ولا ما بنعمل شيء مع إسرائيل، إجت إسرائيل على عقر دارك. السؤال اليوم هو أنت كيف ستخوض هذه المعركة، لأنها ستعود ومرة واثنين وثلاثة وقد لا تترك أجواءك. يعني الناتو ما ترك أجواء ليبيا إلا لما خلص موضوعه، وما تردوا أجواء صربيا ويوغوسلافيا السابقة إلا لما أدوا واجبهم. 75 يوم قصف على صربيا بحربهم في البلقان، كانوا معتقدين من أول يومين ثلاثة بخوفوا الشعب الصربي وبخوفوا العالم. 75 يوم إلى أن اضطروا يضربوا المدنيين ويضربوا السفرات ويدمروا الجسور لكي يصلوا إلى أهدافهم. بالتالي هل في من يردعهم أو لا يردعهم؟ هل مستعدين نحن للقتال أو لا للقتال؟ وما حدا يقول لي ما حدا يورطنا، لأن التوريط هو عندما نقول نقوم بدعسة ناقصة، يعني ما بنعرف شو هو الأسلوب الأنجع. أنا عقلي أبدا منه كلاسيكي، أبدا منه كلاسيكي، ما بحياتنا طلبنا شيء كلاسيكي.
هذا هو السؤال. من خلال ما تبدى يعني بعد هذا العدوان الإسرائيلي وما جرى يعني سواء تصرف نتنياهو أرجأ زيارة إلى الصين، مستشاره بدل أن يرافقه إلى الصين ذهب مباشرة إلى تركيا. الصين افتحوني أو زين لو سمحتي، قدم اقتراح أستاذ إبراهيم أنه كان حكي فيه قبل وهلا عم يرجع يكرره، بده الجيش الشعبي العربي للدفاع عن سوريا. ما بعرف قديك صاروا كم شهر، هذا فكرة من هذه النوع يمكن تضل الدور شهر وشهرين وست شهر وسنة وسنتين قبل أن تجد من يستطيع أن يستوعبها ويقرر أنه نعم نحن مستعدين أن ندعم هكذا مثلا. هل يعتبر جزء من ما طرحه أو من المبتكرات التي تتحدث عنها؟ أنا عندما أتحدث عن حرب كونية على سوريا، هل يجوز أن أقول لسوريا عليك حرب كونية وقلع شوكك بإيدك؟ هل يجوز؟ أنا عندما أقول أن كل مستقبل العرب والمسلمين هو في هذه المعركة، هل يجوز؟ أنا أقول للآخرين اللي بدون يموتوا من أجل سوريا ويدافعوا عن سوريا أقول لهم أنتم ما خصكم خليكم. بس نحن بدنا نتحدث عن واقع ما الواقع يحدث بيقول فعلا. بعد في عقول في هذا البلد وفي موقع المسؤولية بعد بتطرح علامات استفهام وبتحط فاصلة ونقطة على أبسط من ذلك. أنا أتحدث عن الواقع العربي لأنه هو يتحدث عن الواقع العربي، كل الشعب العربي بيقول هذا عدوان على الأمة العربية. بس أنت بدك تقولي للشعب العربي كمان إلك دور ولا ما إلك دور؟ يعني اليوم إذا بكرة طلع عندي مظاهرات بمئات الألوف بمصر تأييدا لسوريا مرة ونفسوا راحوا العالم على البيت، ليش أيام العراق العالم ما قامت وعملت مظاهرات ضد الاعتداء؟ من الذي فعل فعله فعلا ضد الوجود الأمريكي؟ الناس اللي أخذوها جديا نظموا حالهم راحوا على المقاومة، ولما سوريا فتحت لهم أبواب أنه يقدروا يقاوموا، ولما دولة مثل إيران ساعدت المقاومة، ولما دول كبرى ساعدت المقاومة. فإذا في شيء فعل ما بيجوز يضل بس المسألة بالنظر وبالمظاهرات. طب إذا في عقل لا يستطيع أن يفرز ولا يستطيع أن يستوعب أنه نحن في حالة استثنائية، في ناس يا أختي بهذا البلد منذ البداية يرفضون أن يضعوا توقعات أمنية لثلاثة أشهر إلى الأمام لأبسط الأمور. لأعطيك مثل واحد، كانوا يرفضون أن يضعوا الحاجز الإسمنتي أمام مكاتبهم أنه ما في داعي، لشو هالمظهر البشع، إلى أن طار الأول والثاني وانفجرت المباني وكل أخرية حتى صرنا نعرف أنه فيه. لأن سوريا عاشت فترة يعني والكل كان يشير إليها ببناء للاستقرار. ممنوع أن أغش نفسي، ممنوع. بس هذا كان واقع. ما واقع هذا، ما واقع أمام التفجر اللي عم بيصير بالمنطقة. ليش أنا كنت شايفه عم بقول يا عمي حطوا حواجز؟ ليش في ناس عم تقول أنه ستتشظى؟ ليش عم بقول ناس لا ما بيصير؟ شو اللي ما بيصير؟ شو اللي ما بيصير؟ ما أنا سمعتها بالعراق طلعوا يقولوا الشعب العراقي واحد وما بيصير مذهبية. شو ليش أنتم ملايكة؟ الشعب العراقي فيه مذاهب، لما بكون فيه هوية جامعة وفيه إعلام جامع وفيه شيء يمسك بيمشي القدر ممسوك، لما بيفرط القدر كله بده يرجع، وخاصة إذا في أيدي خارجية. هذا النسيج مثل هذا النسيج مثل هذا النسيج، شو عم نضحك على بعض؟ ولذلك بده عمل أكتر، بده استباق. في ناس ضد الاستباق، في ناس ضد إن تشم الريحة للمستقبل وتحضر منذ اليوم، في ناس بعدها ما بتعرف إنه شو دور العربي في حماية سوريا، في ناس بعدها مصرة إنه لا نحن مركبة. وبعدين بتطلع بتقول حرب كونية، الحرب الكونية تتطلب كون معك، تتطلب كون. وأنا كنت سأسألك يعني ما ظهر من مواقف حتى الآن يعني بعد هذا العدوان خلال هذا اليوم، أو حتى تحركات على الصعيد الداخل الإسرائيلي نفسه، وهل يمكن أن تستخدم إسرائيل بعض الدول التي شاركت في العدوان على سوريا للمزيد من الاعتداءات أو لسيناريو آخر؟ وعلى صعيد ردود الأفعال سواء عربية أو غيرها كيف تنظر إليها؟ انتهت حرب 2006 بانتصار للمقاومة وبردع إسرائيل. أجرينا تقييم استراتيجي لما بعد هذه المرحلة. تعرفي ماذا كتب في هذا التقييم؟ الحرب القادمة بما رأيناه من الأعراب ومن مواقفهم ومن تآمرهم ومن بعض الأطراف اللبنانية، الحرب القادمة مع إسرائيل ستشارك فيها دول عربية علنا ضد المقاومة. وكان اسمين من هذول البلدان على رأس اللائحة هم مصر والأردن، ولم نكن خاطئين بتاتا في تقييمنا، لأن النظام المصري لحسن مبارك كان يعتبر أن معسكر المقاومة والمعسكر الداعم للمقاومة شيء شيطان رجيم بالنسبة له، ويقاومه ويقاتله ويتصرف معه بإزدراء. والنظام الأردني كدولة وظيفية هو فاتح لأجوائه في عز علاقاته الممتازة مع العراق، طارت الطائرات الإسرائيلية من فوق الأردن ومن فوق السعودية وذهبت وضربت
في مفاعل تموز في عز علاقاته، ثم قال بعد ذلك ما معنى خبر. السعودي كان لديه الجرأة يقول طائرات الأواكس التي اشتريتها بمالي يقودها الطيارون الأمريكان، والمعلومات التي تجمعها تذهب إلى البنتاغون، وما يريد البنتاغون منه يعطينا إياه. هذا باجتماع الجامعة العربية موثق هذا الحديث. فإذن هؤلاء هم الأعراب. اليوم النظام المصري سقط، لا يمكن أن يقوم بهكذا مهمة بسبب التوازنات الشعبية الحالية، ولكن النظام الأردني لا يستطيع أن يمون على قراره إلا بالتمني. هو يتمنى على الولايات المتحدة أن تورطيني أو لا تورطيني، ولكن تركيا أبدا. تركيا علنا الآن في كل انتشارها بالدرع الصاروخي وبصواريخ الباتريوت وبمؤامراتها على سوريا، هي رأس حربة الناتو العلنية في الحرب على 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 سوريا. اليوم إذا وجدنا أن إسرائيل تتجرأ تحت عنوان أنها تريد أن تمنع المقاومة من التزلع وتجد 100 حجة لضرب سوريا، غدا قد يطلع للتركي أنه طالما الوضع هيك أنا فيني أتجرأ أيضا بعمليات طيران لكي أمنع وأحمي قوى من الشمال أن تتقدم باتجاه مدن معينة تحت أي شعار الوضع الإنساني. كل ذلك له علاقة بما نعده نحن من قوة للرد على هؤلاء، نحن وحلفائنا جميعا. نعم، دعنا نشرك الأستاذ أسامة الدليل رئيس قسم الشؤون الدولية في الأهرام العربي معنا عبر الهاتف من القاهرة. أستاذ أسامة أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا يا فندم. هل فعلا الشعور هو قائم أم ما زال قائم، أم تغير الوضع في الكثير من الدول العربية أننا جميعا معنيون بالحرب الدائمة مع إسرائيل، والسؤال هو كيف نقاتل إسرائيل، لا إذا كان السؤال نقاتلها أم لا؟ أستاذ أسامة، هو خلينا هنا ما بين الشعور الشعبي العام بوجود كيان غاصب على الأرض العربية، وأن هناك حكومات تتخاذل في مواجهة هذا العدو الغاصب. والتفريق هنا مهم للغاية، لأنه إرادة الشعوب مش لازم دايما، يعني جامعة الدول العربية ليست معبرة عن إرادة الشعوب العربية. ودعيني أقول لك أن ما حدث اليوم من غطرسة ومن عربدة إسرائيلية قد أعاد إلى المصريين وإلى غالبية المصريين وعيهم، وفهموا جيدا طبيعة المؤامرة التي تتعرض لها الدولة في سوريا. نعم، لكن هذا العدوان أستاذ أسامة الإسرائيلي اليوم هل أتى من فراغ؟ ما هي خلفية وجهة نظرك؟ دعيني أقول مبدئيا أنه فيما يبدو أن الوكلاء فشلوا في تحقيق المهام التي كانت منوطة بهم، وأن هؤلاء الوكلاء كمان أصبحوا عبء على الكيان الصهيوني، وبالتالي دخول إسرائيل المباشر على الخط هذا الكلام له معنى مهم للغاية، وهو أن الوكلاء فشلوا وأنه قد آن الأوان لظهور الأصيل اللي بيعطي التوكيلات. ودعيني أقول أن المهمة الرئيسية أصلا للوكلاء هي هدم الدولة السورية للنظام السوري، نمرة 2 تفكيك وإضعاف الجيش العربي السوري، وهو ما فشلوا فيه فشلا ذريعا حتى هذه اللحظة، وأن دخول إسرائيل إلى المشهد هدفه جرجرة الجيش العربي السوري إلى حرب تستدعي وجود حلف شمال الأطلنطي والأساطيل الأمريكية لدعم إسرائيل، وبالتالي يتحقق ما كان مخططا له من وجود تدخل أجنبي. دعونا نقول بوضوح شديد للغاية أن ما فعلته إسرائيل مؤخرا، وهو ليس الأول ولن يكون الأخير في المنطقة العربية، لأن عربدتها طيل المنطقة العربية بالكامل، قد وضعت كل النظم العربية ووضعت المنظومة العربية أمام مرآة حقيقتها بالضبط. نعم أستاذ أسامة، يعني خطورة هذا العدوان وتفضلت بالحديث عن صلته بكل ما يجري في المنطقة، بالنسبة لمستقبل الأمن الإقليمي ولمنطقة الشرق الأوسط برمتها؟ دعيني أقول لك أن الأمن الإقليمي والأمن القومي لكل دولة على حدة، بما في ذلك وفي مقدمته الأمن القومي المصري، قد تضرر ضررا بالغا بما حدث، بل إنه في الحقيقة مهدد طيلة الوقت بما يحدث في ملف الأزمة السورية، وهذا كلام تحدثنا فيه بدل المرة مرات. أمن سوريا القومي هو جزء أصيل من الأمن القومي المصري، واستقرار سوريا معناه استقرار العالم العربي، وما نحن فيه الآن كله بيصب لصالح العدو الصهيوني، حتى الفوضى والفراغ الأمني والاستراتيجي الذي تعيشه الدولة المصرية بيصب برضه في مصلحة الكيان الصهيوني. آن الأوان أن الكل يراجع حساباته وأنه يفهموا كويس أين الطرف الأصيل وأين الوكيل.
نعم، كيفية مراجعة الحسابات من وجهة نظرك، وبالتالي ما هو التحرك المطلوب عربيا ومواقف دولية؟ أولا أنا لا أراهن على أي نوع من أنواع التحرك الرسمي العربي، المنظومة الرسمية العربية كلها فاشلة ومنهارة. أليست هذه هي المنظومة التي أعطت لجماعة اسطنبول مقعد سوريا في جامعة الدول العربية في سابقة حتى لا تجرؤ الأمم المتحدة أنها تعملها؟ يعني دعونا حضرات نقول أننا في لحظة فارقة، وأنه ينبغي على الجميع أنه يعرف كويس قوي أن حركة الشعوب أكبر بكثير جدا وإرادتها أكبر بكثير جدا من هذه النظم المتخاذلة اللي كان كبرها الشجب والإدانة، وأكبر حاجة عملتها هذه اللي تسمى جامعة الدول العربية هي أنها تتسول من مجلس الأمن ألا تعود إسرائيل إليها مجددا. يا سلام، منتهى الشهامة. الأستاذ أسامة الدالي، رئيس قسم الشؤون الدولية في الأهرام العربي، شكرا جزيلا لك. عودة إليك أستاذ أنيس، وسأسألك عن الموقف الأمريكي. يعني وحضرتك تحدثت أنه أمريكا عندما استدعت أطراف معينة هنا في المنطقة، قلت أنه هناك جردة حساب. بأي معنى كانت هذه الجردة الحساب؟ هل بمعنى التصعيد أم بمعنى التراجع أم بمعنى تغيير التكتيكات؟ وهل ما حدث اليوم هو جزء من هذه الجردة؟ جردة الحساب كانت فاشلة تماما. القطري ألم يعد أنه خلال أسابيع وخلال أشهر النظام سيسقط؟ ألم يصرف ملياراته ويمول ويسلح كما يريد؟ ما الذي حصل؟ لا شيء. حصل أشياء كثيرة ولكن لم يصل إلى هدفه. التركي ألم يراهن بالخاص والعام؟ يعني بين أصدقائه راهن داود أوغلو، وحدثونا على ماذا راهن بالأسابيع والأشهر، وبالسياسة وبالعلن صرح والآخر، وأوروبا وفرنسا وكل ذلك. جاءت هذه الدول، ما الذي فعلتموه؟ إلى أين وصلنا؟ اليوم لم يعد لدينا حل، ولذلك لم يبقى في الميدان إلا حديدان من ما بقوله الذي هو الإسرائيلي. يعني اليوم إذا بتجيبي 100 مليون دولار زيادة ولا بالناقص بتعطيهم لها المعارضة المسلحة وبتقوليها تفضلي، هتقدر تقتحم دمشق ولا تتغير شيء بالجيش السوري؟ مش وصل سعر السفير السوري 20 مليون دولار إذا بينشق؟ يلي بده يروح راح، واللي ما راح ما راح. مش الجيش السوري اللي هرب هرب، واللي ضل سنتين قاعد بعده عم بقاتل. فإذا وصلنا إلى حائط مسدود بالنسبة للمؤامرة، بدهم شيء جديد، ولذلك لم يبقى إلا إسرائيل أن تدخل على هذا الخط. هكذا الذي عانيته أنا، جردة الحساب أنه أنتوا شو عملتوا ما في عندي مجال، وأنا كأمريكا كولايات متحدة لست مستعدة أن أنوب عنكم جميعا بأن أدخل المعركة، لأن سياسة أوباما هي الخروج من المعارك وإنقاذ الاقتصاد الأمريكي وليس الدخول بالمعارك. ولديه خيارات، أما إسرائيل ليس لديها خيار. إسرائيل حياة أو موت. إذا سوريا انتصرت في ذلك فمعنى ذلك المحدلة. نعم، لكن لديه خيارات أيضا على صعيد ما يحدث في العالم، من هو يأخذ العالم إلى القطب الواحد وقوى أخرى هي ترفض رفضا قاطعا. هذا بالنسبة للصراع الدولي. بالنسبة لوجود إسرائيل، هل إسرائيل تقدر تقول أنا عندي خيار إذا ينتصر النظام أو ما ينتصر النظام في سوريا؟ بعد اللي شافته بال2006 معسكر المقاومة إذا انتصر في المعركة النهائية، هذه آخر معاركهم على معسكر المقاومة على فكرة، الذي هو أضعاف سوريا، إذا نجحت سوريا وخرجت من المعركة شو بكون؟ بتكون عم بتعد العكس، العد العكسي لبقاء إسرائيل في المنطقة. ولذلك معركتها هي معركة وجود حياة أو موت. هذا ليس نفس الوضع بالنسبة لأمريكا. أمريكا فيها تضل عايشة إذا النظام السوري موجود أو مش موجود، بتقول مصالح تضررت نسبيا، خطتي ما مشيت. ولكن إسرائيل لا تستطيع أنه هذا المعسكر يكتمل ويكون مرتاح ومنتصر بعدين يقول له تعي جردة الحساب، ولذلك هي مضطرة تدخل. مضطرة من منطلق، يعني دعني أفهم منك، ليس من منطلق الشعور بالقوة وأنها قادرة على الضربة وعلى تحقيق أهدافها، إنما من منطلق الخوف والقلق من المرحلة التي وصلت إليها. نعم، في تقارير إسرائيلية سمعناها أنه إذا انتصر النظام وهو متحالف مع المقاومة شو ممكن يكون في المستقبل، وإذا صارت فوضى عارمة ما استطعنا أن نمسك النظام الجديد في سوريا، فأيضا هي تخاف من الفوضى العارمة. ليش بتخاف من الفوضى العارمة؟ لأنه نحن كذا مرة على التلفزيون قلنا إذا أردتم الفوضى في المنطقة فهذا لن يخيفنا إذا هذه الدرجة. نحن تعودنا على الفوضى بالزمانات وقاتلنا الأطلسي وهو موجود في بلادنا تحت ظل الفوضى. يعني اللي بيعرف يقاتل وبيعرف يتأقلم مع الموضوع ممكن يقلب الطاولة على الأطلسي وعلى إسرائيل ولو كان وضعه غير متماسك بالمعنى الكلاسيكي. ولذلك أيضا إسرائيل تخاف من هذا الموضوع، ولذلك هي دخلت على المعركة لك حتى تزين وتحسن وضع أوباما بالمفاوضات.
لكن عندما تدخل إلى مثل هذه المعركة، إسرائيل ما الذي تضعه نصب أعينها؟ هل أنها تضرب سوريا أم أنه واضح المواقف في المنطقة؟ ويعني خطاب سماحة السيد أيضا لم يمر عليه أيام وكان واضحا. تضرب سوريا، تضرب معسكر المقاومة، تقوي المعارضة التمرد المسلح على الأرض لعلها تأخذ مكاسب. يعني افترض امبارح أنه والله نحن جينا عملنا غارة جبارة وسمحنا لبعض الطوابير أن تدخل إلى محاور متقدمة في دمشق تحت غطاء النيران، كانوا كسبوا المعركة، فشلوا في هذا الموضوع. ولكن مين قال أنه ما كان عندهم أمل؟ دليل أنه جربوا. يعني هلا نحن تحت الغطاء النيران والغارة الإسرائيلية الكبيرة، بس فشلوا بهذا الموضوع. ما تحدث كثير الناس عن الناس حولوا، لأنه أنا بالبداية شفت منك أنه نوع من التردد بقتال إسرائيل أو غير ذلك. لا لا تقول كان هناك سيناريو متكامل وفشلوا به. فشلوا لأن الجيش العربي السوري رغم الغارة في مواقعه ظل متماسك. أنا شفت ناس اليوم قالوا لي نحن ما نمنا الليل، بس ما حدا قال لك إننا خايفينين. لاحظ الفرق. شفت ناس قالوا ما نمنا الليل، كنا مستنفرين، كنا مستعدين، كانت غارة كبيرة كتير يا أستاذ أنيس. دليل الحركة اليوم، بس ما في حدا قال لي والله غارة خوفتنا، ضلينا بمواقعنا وتصدينا. يمكن كان البعض براهن على أنه غارة كبيرة بتزلزل الأرض وبتعمل لهب من النيران بهذا الشكل، بتزلزل المواقع وبتخلي الأطراف الثانية اللي كانت منتظرة أنها تستطيع أن تتقدم. هذا موجود بكل الحسابات. نعم أستاذ أنيس، بالنسبة لما يتعلق بالمواقف الدولية وخصوصا الموقف الأمريكي والبريطاني الذي التقى على عبارة واحدة هي أمن إسرائيل، وهي ما رددها نتنياهو مباشرة وقال إنه الشيء الوحيد الذي تعلمه من والده أمن ومستقبل إسرائيل. أمن إسرائيل بماذا يرتبط ومن أين يبدأ اليوم؟ ليش عم تتساءل عليهم؟ أنت دائما بتكررينهم للكلمة لكل الأعراب المتخزين ولكل المتمردين المسلحين انه تذكروا امن اسرائيل. ليه يعني عم بتضايقين هلا بهالوضع هذا؟ علنا يقول اوباما الهدف امن اسرائيل ولها حق ان تدافع عن نفسها. علنا يقول الانجليزي، علنا يقول رئيس الوزراء الاسرائيلي انا تدخلت لانه ابوي علمني امن اسرائيل. انت اللي هون قاعد عم تلعب يا وكيل، شو قاعد عم تلعب؟ انت ما بتسال حالك انت لمصلحه مين عم بتهاجم الدفاع الجوي السوري؟ لمصلحة مين عم تهاجم المطارات السورية؟ شو هالجنون مصر 100% أن يهاجم المطارات السورية؟ وأنه إذا ولع طيارة بيرقص عليها مثل الهنود الحمر؟ من أي دين، من أي حضارة، من أي شعب هذا أتى؟ بيسأل عن حاله؟ وإسرائيل ليل نهار عم تقول له هذا كله مشان أمني؟ تحت أي دين عم تعمله؟ تحت أي وطن مشروع سياسي؟ تحت أي ديمقراطية؟ عن شو عم تعمله أنت؟ غير إلا عماء البصيرة وعماء البصر وعن غباء وعن ارتباط، عن أي شيء عم تعملوا غير هيك؟ هذا سؤالك. عم بتغيزيهم هلا، بتقولي عم بتذكريهم إنه شو قال؟ ما بدهم يشوفوا، ما بدهم يسمعوا. أنا عم بيطلع يقول أوباما هذا حق إسرائيل بأنها تدافع عن نفسها، بأنها تعتدي على سوريا. والإسرائيلي بيقول أبوي علمني دافع عن نفسي، اللي عملته اليوم أبوي علمني دافع عن نفسي. طب أنت اللي عم تدمر سوريا، عم تهاجم الجيش العربي السوري، أنت شو عم تعمل؟ لمصلحة مين؟ شو اللي عم تسوي؟ موضوعيا شو عم تعمل؟ والنظام يوم الحكومة بتدعيك إلى الحوار وإنه نحن عملنا إصلاحات، وإذا بدك طمين الإصلاحات أكثر نحن مستعدين نعمل هذه الإصلاحات، والعالم كله يقول لك لا تكن أداة، أتي إلى الحوار لأنه المخرج الوحيد ليس أمنيا وليس عسكريا ولن تستطيع، تعال إلى الحوار. لا يجرؤون لسببين. أنا بقول لك ما في شيء سر. سببين، لأنه واحد منهم، البعض منهم ما بيبون على شيء على الأرض، يعني هو في عالم والأرض في عالم آخر. واثنين، لأنه مرتبط بحيث أنه إذا رحت منكشفك وإذا رحت منخنقك بس، وإلا لو عنده ذرة من العقل بيعرف أنه عم يدعوك على طاولة للحوار، تعا خد حصتك، تعا عود شارك. واللي عنده ذرة من الوطنية بيعرف بعد اليوم أنه هاي إسرائيل دخلت على الخط، وأنه أنا مين عم بخدم؟ أمن إسرائيل. فبارك الله عم بتذكرون أنت بألف باء الصراع، بس لا أبدا عم تضايقيهم بهالمسألة، عم تضايقيهم أن أوباما قال على أمن إسرائيل، ما قال شيء تاني. بقية المواقف الدولية هل ستتضح فيما بعد؟ سواء دول يعني منذ البداية كان موقفها واضح مما يجري في سوريا، دول عبر البحار، دول بريكس وغيرها، وروسيا، ما الذي ستتوقعه؟ سيستمر هذا الدعم. أصلا هناك معركة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، كل دول أمريكا اللاتينية رفضت المشروع القطري، دول بريكس رفضت المشروع القطري رفض تام، وبالتالي هم واعون لهذه المسألة.
واتضحت المسائل. اليوم بالموقف الشعب العربي هناك فرق كبير بين الشعب العربي اللي كان بعد التلفزة اخدته بالعماء انه والله المسألة مسألة شعب ونظام، طلع لا انه في شعب واقف مع نظام وجيش في مكان، وفي بعض تمرد المسلح في مكان اخر، وان اسرائيل دخلت على الخط داعما لطرف ضد طرف. وبالتالي كل هذه الامور ستتضح اكثر، ولكن ما في اي تراجع، بالعكس الموقف الدولي يوم عند يوم عم يتجمع. انت لاحظي هذا ما يسمى مشروع مؤتمر اصدقاء سوريا، ببلش ب 130 دوله، بعدين بصيروا 75، بعدين بصيروا 50، بعدين بصيروا 11. اليس هذا ملفتا للنظر؟ العلاقة القائمة والتي يعني ثبتت بأكثر من مرة، منها الأسلحة الإسرائيلية التي تواجدت في الأراضي السورية بأيدي المسلحين والقاعدة، وأيضا بالعدوان الإسرائيلي الذي تكرر، ما هي هذه العلاقة؟ ما هي العلاقة ما بين إسرائيل والقاعدة وذراعها جبهة النصرة؟ هذه هي العلاقة الموضوعية، بمعنى أنه أنت إذا بتأخذ السلاح وبتطلق النار بهذا الاتجاه عم تخدم أمن إسرائيل، هذا هو كل شيء. فإسرائيل إما بتعطيها باليد إذا هو مستعد، كما كان عندنا قوة بلبنان بتاخدها من إسرائيل وتعرفها أنه هذه من إسرائيل، وإما بتعطيها عن طريق تجار السلاح. يعني أنت ما بتحب تشتغل مع الموساد يا حبيبي، طب منيح، مصدق حالك أنك أنت مؤمن وعربي والآخرية، طب منيح، ببعت لك تاجر سلاح. ساعتها هو ما بيسأل أنه والله شو ماركة البندقية، لأنه غريزة الموت والقتل قد تغلبت على كل شيء، صار عنده يا حياة يا موت، بده يقاتل، بده يوصل لهدف، ما عاد عم بفكر أصلا، ما عاد عم بشوف الدمار اللي عم يعمله قدامه، ولا البيوت اللي عم بيقتحمها، ولا الأطفال اللي عم بجوعهم، ولا الكرة اللي عم بحاصرها، عم بفوت عم بقتل. وبالتالي بتعطيه بارودة روسية ولا بتعطيه بارودة إسرائيلية بالنسبة له سيان. وبعده مثل ما قلت لك ما اقتنع أنه هو ما عم يتعامل مع إسرائيل، أنه هو عم بيخدها عن طريق تاجر أسلحة، أو أنه له صديق ابن عم عايش بالسعودية متمول، الله فرج عليه وعطيه مصاري عم يشتغل يعني. مقتنع لأنه يرفض أم لأنه يعني هو لا، لأنه بعد عنده ورقة التوت انه هو يتعامل مباشره مع اسرائيل. والبعض اخر اذا بتساليه بقول لك الشيطان يجي يعطيني، انا هلا مستعد اشتغل معه، مثل ما سمعنا البعض عم بقول شارون على عيني وفلان وفلان، انا هذه خيارات بتصير، بس هذه لها علاقه بالغريزه، غريزه البقاء وغريزه الموت والقتل، يعني بتصير خارج منطق الوطن، خارج منطق السياسه، وهذه موجوده بالحروب الاهليه. كيف يتحول الإنسان إلى وحش؟ نعم، هو عندما يريد السلاح بغض النظر عن مصدر السلاح، وإسرائيل كيف تنظر إلى هذا الجانب؟ لأنه كان هناك تجييش. إسرائيل واعية، إسرائيل واعية. شوفي عندك حروب بأفريقيا، كانت في دول تقول بدك تعمل حرب، ما تروح تحرض الناس على الحرب، سلح طرف. شوفي سلح طرف، تعرف بهذا البلد في قبيلتين أو عشيرتين أو قوميتين أو إثنيتين، انت ارمي سلاح عند وحده منهم، شوف التاني شو بتعمل بحالها، ترتعب، تركض بتجمع سلاح، وبس يصير السلاح بايد الطرفين ولعت الحرب الاهليه. يعني في اساليب اجتماعيه وعلم نفس جماعي، ما بدك كتير مخططات. في شركه نفط توتال الفرنسيه زدت مشت هي هذا السيف السكين الطويل اللي بافريقيا بيستخدموها لقطع الاعشاب والاشجار، اشترت على حسابها الاف ورميتهم لقبيله من القبائل، هذيك بس شافت عندها ايدها سكين صارت تضرب الاخرين، والاخرين بس صاروا يشوفوا صار بده مين يعطيهم بس سلاح لو شو ما كان ليدافعوا عن نفسهم ويقاتلوا الاخرين. فانت ارمي السلاح بين الاطراف. فاليوم كيف ترمي السلاح وانت واعي وعندك مخطط وعندك برنامج وعندك اعلام داعم؟ ما بقى في سر اليوم بالمساله. هذا اللي تحدث عنه الرئيس بشار اسد في مقابلته للتلفزيون، انه كان من الصعب اقناع البعض منذ بالبدايه انه هناك مؤامره، لانه ما كانوا شايفين، ولكن اليوم الأمور أصبحت مفروزة. إلى أي مدى إسرائيل استخدمت الحرب النفسية فيما يتعلق بهذا الجانب بالتحديد؟ إسرائيل لم تستخدم لحالها الحرب النفسية، الحرب النفسية كانت أداة عربية، أداة المؤامرة على سوريا كانت بلسان عربي وبأداة إعلامية عربية وبأموال عربية، ومن هنا كانت سهولة تحريك هذا الوضع في سوريا. الآن ظهرت إسرائيل بأسلحتها وبدمارها وبطيرانها، ولكن كل اللي كان عم أول بأيادي عربية. أي شو حدا من السوريين بيتفرج على التلفزيون الإسرائيلي؟ ما حدا بيعرف عبري، حدا بيقرأ جريدة إسرائيلية يقول له شو بدي يعمل بسوريا؟ لا، ولكن كلهم كانوا موجهين على تلفزيونات عربية، على أموال عربية، على مؤتمرات عربية، على جامعة عربية بالآخر. هذه المسخرة التي حصلت كله بيد العرب، الأعراب هم المسؤولون عن كل هذه المصيبة. ولذلك هناك شيء يجب أن يدرس في العالم، ظاهرة الأعراب، هذه القومية التي تتآمر على دمار نفسها. أحد المسؤولين الإيرانيين أكثر مرة قلت هذا المسألة، قال لي أنا لا أفهم
إذا يريدون نحن كإيرانيين أعدائهم، جيد، لماذا يدمرون العراق ويساهمون بتدميره؟ لماذا يدمرون سوريا؟ كل ما هو قوي بالأمة العربية تجد هؤلاء العرب عم بدمروه لمصلحة من؟ في شيء عجيب بهذه الأمة. الوحيد بالعالم اللي بيدفع لحتى يستعبد، عادة العبد بيدفع حقه ليستعبدوه ولا يربطوه، إلا هالأعرابي بيدفع فلوس للغرب حتى يستعبدوا ويشغلوا عنده وهو يملك مئات المليارات. في ظاهرة عجيبة، هل إلى علاقة جينيتيك؟ هذه إلى علاقة بالمأكل؟ إلى علاقة بالمشرب؟ إلى علاقة بالوراثة؟ ما بعرف شو إلى علاقة، ولكنها ظاهرة نادرة في الشعوب الأخرى، نادرة. يعني هي الموضوع لا يتعلق بتدمير دول عربية أخرى، إنما بتدمير العربي لنفسه. لنفسه تدمير ذاتي، تدمير ذاتي. لكن أستاذ أنا أعتقد يعني أنهم يكرهون أنفسهم، يعني بعلم النفس التدمير الذاتي هو لأنه الإنسان يكره نفسه، هم يكرهون أنفسهم، يكرهون واقعهم، يتحدثون عنه، يتعصبون بمذهبهم، يتعصبون بمنطقهم، ولكن عندما ينظرون لنفسهم بالمرآة هم يكرهون أنفسهم، بيعرفوا أنه هني أدنى من باقي الشعوب، وأنه هذا لا نظامهم مقبول ولا ثقافتهم مقبولة ولا مذهبهم مقبول في العالم، ولكن مصرين عليه، ولذلك هم ينحرون وينحرون وينتحرون وينحرون العرب معهم. نعم أستاذ أنيس، يعني أنت تعرف أن الناس ينظرون إلى القادم، يريدون أن يعرفوا ما المتوقع. حضرتك تفضلت بالحديث أنه إسرائيل هي القلقة على وجودها وكيانها، وخاصة في هذه المرحلة بالتحديد. نريد أن نسأل يعني على ماذا ارتكزت، خاصة أنه هذا الكيان منذ إقامته مؤسسوه قالوا إنه لا يحتمل أبدا هزيمتين، هل على هذا الجانب بالتحديد، وأن يعني إسرائيل في أي حرب تخوضها في هذه المنطقة فمصيرها هي الهزيمة؟ لا يحتملون هزيمتين، ولا يحتملون أن الجيش الإسرائيلي يهزم، لأن كل شعوب العالم يمكن أن تحتل أرضها لو هزم جيشها، فلا تترك أرضها، لا ما بروح الشعب إلا إسرائيل. الجيش وشعب إسرائيل توأمان، إذا هزم الجيش الإسرائيلي ليس هناك دولة إسرائيل، مش بمعنى أن هناك دولة إسرائيل محتلة كما يحصل في البلدان الأخرى، ولذلك هم بيعتبروا أنه ما في إمكانية لقبول هزيمة الجيش الإسرائيلي، وهم يعرفوا أن ما تعده المقاومة لهم ويعده معسكرنا لهم هو بالضبط هذا الموضوع، هزيمة الجيش الإسرائيلي. ولذلك هم يخوضون معاركهم. يا عمي إسرائيل من 2006 لليوم ما وقفت شهر شهرين إلا ما عملت مناورات، ما جابت شيء تكنولوجيا إلا ما اخترعته، وأمريكا أعطتها أفضل أنواع الأسلحة، كله لماذا؟ من أجل أن تخوض هذه المعارك. ولذلك ليس السؤال هل نحارب إسرائيل أو لا نحارب إسرائيل، لأن إسرائيل أخذت قرار بمحاربتنا، السؤال هو كيف نحارب إسرائيل وكيف نحاربها لكي ننتصر عليها، مش لحتى نرد أزاها بس، لأنه إذا ردينا أزاها اليوم بعد جمعتين ثلاثة بتستعد، أو بعد شهرين أو بعد سنتين، لأنه هي طبيعتها هيك عدوانية، فعلينا أن نستعد لهذا الموضوع. نعم. سؤالي الأخير لك أستاذ أنيس، وطبعا سأتركك تقول يعني خاتمة ما تريد فيما يتعلق بهذا الجانب، لكن نحن في عشية ذكرى عيد الشهداء وللشهادة معانيها السامية، وخاصة في مثل هذه الأفعال العدوانية الإسرائيلية، وأيضا ما شنته إسرائيل وكل القوى الاستعمارية العدوانية على سوريا عبر قرون وعبر سنوات مضت. ما في شك أننا كلنا مدينون لكل الشهداء اللي سقطوا في هذه المعركة دفاعا عن الحق ودفاعا عن سوريا ودفاعا عن الأمة، هذا واضح. ولذلك الرسالة الأساسية عليكم بعائلات الشهداء وأبناء الشهداء، أمانة في أعناقهم، هدول توأم عند إرادة الله سبحانه وتعالى، المظلوم دعوته لا ترد، دعوته لا ترد، والوصاية بالأيتام أصلا معروفة في كل العقائد وفي كل الشعوب، ولذلك نحن مدينون لكل الشهداء وعلينا بعائلات الشهداء وأبناء الشهداء، هذا جزء أساسي أساسي من النصر. وأنا أعتقد أني رأيت وسمعت إلى أي مدى الرئيس يهتم عندما يأتي إلى نصب الشهداء للجامعة ويذهب إلى عائلات الشهداء ويتحدث عن الشهداء وفي مقابلته. أتمنى على الجميع من كبير وصغير كل واحد بموقعه أن يتحرك اجتماعيا وإنسانيا، لأنه هذا هو مرتكزنا الأساسي، لا يمكن أن نطالب الناس بالتضحية إذا ما وسينا الذين ضحوا ولا وقفنا إلى جانبه. ولذلك هذه أماني بأعناقنا جميعا، عليكم بعائلات الشهداء وأبناء الشهداء، وأن لا ننسى ذكراهم، لأنه لولا هؤلاء الشهداء لما بقي لهذه
لهذا الوطن ولهذه الأمة قائمة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أنيس النقاش الباحث الاستراتيجي ومنسق شبكة أمان للدراسات الاستراتيجية. شكرا جزيلا. شكرا لك. ونشكر لكم حسن متابعتكم مشاهدينا الكرام، بأمان الله.